مرحبا بك سام الجزراوي. ايضا سؤال مهم وذكي، وانا صراحه استخدم هذا الشيء دائما، انه شلون نخلي من نكبس فل ان 2 يروح على فاريشن 2 من نكبس فل ان 3، او احنا نحدد اللي نريده احنا. وبهاي الصفحه الرئيسيه نروح على منيو ستايل كنترول، راح نشوف الفيل مود. اوكي نكبس هنا، شوف عندنا مكتوب هذا طبعا فل ان 1 تو فاريشن 1. اوكي فل ان 2 تو فاريشن 2، فل ان 3 تو فاريشن 3، فل ان 4 تو فاريشن 4. اوكي من خلصنا كل شيء نجي مره اخرى على ماي سيتنج، اكبسها كبسه طويله. اوكي ار يو شور؟ يس. خلاص نرجع نقفل هذه مرة أخرى، سيف يس انتهى الموضوع. بعد ما عملنا السيتنج من نعزف راح الفل إن يتحول على الفاريشن اللي عملنا له سيتنج.